يلا اخضر 1-0 للمنتخب. محمد خلوصي يا هلا، كم النتيجه؟ ان شاء الله 3-0. 3-0 شارحه كم؟ شارحه 3-0. 2-0 الربع ده ما احنا جايبين هدف غريب عبودي لمين هذه؟ منتخب؟ هدف غريب وهدف سمرات 3-0 نفقر شيء 1 زي ما هي زي ما هي؟ نعم ان شاء الله جاية 2-1 هنا في كم طعينية جات اوبا ابو جمانة هلا كم 3-0 ان شاء الله 3-0 يا مسهل يا رب والله ما ظنيت مع انه ما بقي وقت ما يعرف يقرا المباراه كويس لا طيب نشوف نشوف كلام مين من شباب الديوانيه يلا نشوف يلا الله شكرا اوب والله جاب احمد عبد الشكور ها آه، كيف كم النتيجه 2-0 ان شاء الله يا سلام ان شاء الله يعني ان شاء الله راح يفرحون بكاس اسيا ان شاء الله وانت شاء عمك ما شاء الله سمير عبد الشكور لعب في كاس اسيا عام كم 88 كم 88 4 84 عام كم خالك لعب 84 سمير والان هو في قطر مع لعيبة المنتخب القدام يا سلام عازر الفريق يا سلام والله ما قصروا عام كم 84 84 كم سنة يعني اوه لاعب رياضي انتوا عيلة رياضية صحيح كم لاعب من بيت عبد الشكور سمير عبد الشكور، فؤاد عبد الشكور، هاني عبد الشكور، عدنان عبد الشكور. يا سلام. ثلاثة عمانك واحد أخو. عماني، واحد ولد عمي، واحد أخوي. يا سلام. وأنت كيف؟ لا مالي. يا. طيب. عمان. تونا. كان يلعب في الأهلي. وأنت خالك. كيفك في الرياضة إيش يعني موجه أصل ما أسأل أبو جمانة أبو جمانة كرة كيف كان شعورك لما عمك قاعد يلعب ولا خالك والله لسه ما جينا بعد ما جيت في الدنيا بس سب لكم ذكر طيب إن شاء الله ذكر أبو جمانة له يعني هي. أبو جمانة أهلا الحين خالك هو يلعب نعم كيف الشعور كان يلعب في نادي الوحدة مين؟ كان لا سمير عبد الشكور كان قبله يلعب في نادي الوحد لكن ما لحقت الفتره دي انا لحقته يلعب في نادي الوحد كان سبب في تشجيع النادي الوحد كنت تشجع الوحده؟ نعم والى الان وحده دم وحده اوبا تستاهل والله شباب زمزم الله يعطيك العافيه